اسمه خميس عياش، شوفير تونسي فواياج، عندي كارير 30 سنة، عندي الاكسبيريونس مع تو لي كليانتيل الانجليز الالمان الهولندا البلج كل حاسيلو. مش هذا الموضوع بتاعنا، الموضوع بتاعنا راهو عندنا لي بي سكانديناف كانوا عندنا بال 4000 5000 الواحد يجيو سكروا على تونس، هربوا من قبل الثوره بعد الثوره بعام سامحوني، هربوا على خاطر الوسخ. شوف قداش ديفيز مشى زيد لتوا نحكي انا تو شحال في تو تدخل للجم 7 كيلومتر من البياج للجم 7 كيلومتر الزبله ترانت. ويني وزارة السياحة؟ وين وزارة البيئة؟ وين رئيس البلدية بمئة ألف يجيب تراكس بـ100 ألف يلمها تراكس. حاجة أخرى قفصة يا حباني شي يوقف المخ، شجر بلاستيك الكليونات يضحك يقولوا هكا غلة جديدة، اشتر الكليونات قاعدة في الوتلة خاطر ما تحبش تخرج خاطركش الوسخ والزبلة. عندنا توا عندنا تقريبا 90 كنديان في المرادي بلاس خرجوا منهم كان 12 خاطر كان ما نخرجوش زبلة وسخ البلاد ممسخ. علاش هذا الارهاب بعينه؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.